عمالقة التكنولوجيا تتحالف لإنهاء استخدام كلمات المرور خلال عام. بعد عام من الآن قد لا تضطر لاستخدام كلمة المرور للدخول إلى أي من حساباتك على شبكة الإنترنت، حيث اتفقت جوجل وأبل ومايكروسوفت على إنشاء نظام يتيح تعريف المستخدم دون الحاجة لكلمات المرور. منظمة Fast Identity Online Alliance أو فيدو قالت أن الخاصية الجديدة ستمكن المستخدمين من إثبات هوياتهم بشكل آمن بغض النظر عن نظام التشغيل المعتمد. وتضم المنظمة منذ العام 2012 جهات في القطاع للعمل على تطوير أنظمة تعريف مشتركة. جوجل أوضحت أن الهدف يكمن في تمكين المستخدمين من الاتصال بخدمة إلكترونية ببساطة من خلال فتح قفل الهواتف الذكية ومن خلال الوسائل التقليدية التي تشمل بصمة الأصبع أو التعرف على الوجه أو إدخال رمز متعدد الأرقام. وسيتمكن أي موقع إلكتروني من سؤال المستخدم ما إذا كان يريد التعريف عن هويته بواسطة أدوات التعريف الخاصة بنظام فيدو. وستظهر هذه الرسالة بصورة متزامنة على الهاتف، حيث يتعين على المستخدم الموافقة على الطلب من خلال فك قفل الشاشة، ما يتيح الاتصال بالموقع. ولفتت شركة أبل أن المقاربة الجديدة ستحمي المستخدمين من عمليات التصيد الاحتيالي، وسيكون الاتصال بالخدمات أكثر أمانا بصورة جذرية مقارنة مع استخدام كلمات المرور وغيرها من التقنيات المستخدمة. ينضم إلينا الآن من لندن إياد بركات، خبير تكنولوجيا المعلومات. سيد إياد، أهلا ومرحبا بك. يعني لو تشرح لنا كيفية عمل هذا النظام الذي تسعى إليه هذه الشركات العملاقة لاستخدامه بتعرف يعني التعرف على الهوية. طبعا هو يعتمد على ما نستعمله الآن لفتح التليفون. حاليا نحن نستعمل إما رقم سري لفتح جهاز الموبايل مثلا، أو البصمة أو بصمة الوجه. هذه المعلومات هي أفضل بكثير من نظام الباسورد، لأنها تخزن على الجهاز، أي أنها لا تخزن على الإنترنت، بالتالي صعب جدا أن تسرق وتوزع وتباع كما يحدث الآن في نظام الباسورد. منظمة أو تحالف الفايدو كما جاء في تقريركم هو تحالف من 250 شركة تقنية كبرى، من ضمنها مايكروسوفت وجوجل وكل هؤلاء. عملوا منذ سنوات طويلة على صناعة الجزء الآخر. الآن بأيدينا تقريبا أو معظمنا عندنا مثل هذا الجهاز الذي يفتح إما ببصمة العين أو الوجه أو الإصبع أو الكلمة السرية. هم قاموا بصناعة السوفتوير الذي يربط بين التليفون وبين هذه المواقع دون المشاركة في بصمة الوجه أو بصمة الإصبع. بالتالي تبقى كل هذه التقنيات للتعرف علينا هي موجودة في حوزتنا ولا يتم مشاركتها مع هذه المواقع، وأيضا يسهل جدا عملية التخلص من الباسورد القديمة، لأنها فعليا أصبحت يعني تقنية قديمة جدا لا تنفع للعصر الرقمي الذي نعيش به الآن. أغلب الاختراقات والسرقات التي تتم والجرائم السبرانية التي تتم منذ سنوات طويلة، المفتاح أو دائما المشترك فيها هو سرقة الباسورد، إما بسرقتها من المواقع المخزنة عليها أو بإما التصيد أو ما يسمى بالفيشنج تاكتكس أو إيميلز التي ترسل للمستخدمين. سيد إياد، كثير من الأحيان نعم تفضل. ما الذي أخر يعني هكذا خطوة؟ هي طبعا هناك كان رغبة ومحاولة من كل هذه الشركات العملاقة الثلاث وغيرها منذ سنوات طويلة، لكن حتى الآن كان هناك يجب أن يكون انتظار حتى يتم إشباع السوق بأجهزة الموبايل الموجودة عند حاليا بين أيدي الملايين من الناس. ثانيا تم أيضا حتى للذين لا يمكن أن يكون معهم جهاز موبايل، هناك دنقل صغيرة جدا توصل بأي جهاز تليفون ويمكن استخدامها أو استخدام بصمة الإصبع معها. فبالتالي كان هناك يعني حاجة للانتظار حتى تصبح هذه التقنية بمتناول الجميع أو الأغلبية. ثانيا كان هناك لابد من اتفاق، يعني هي كثير من الأحيان
في الأمور التقنية مثل الباسورد والتي يتم استخدامها عالميا وعبر السنوات، هناك كان اتفاق عليها وكان هناك ستاندردز تتغير من سنة إلى أخرى. فبالتالي هذا ما فعلته ما فعله تحالف الفايدو بأن جمع هذه الشركات وجاء بمبادرة من هذه الشركات وقطاعات طيب سيد إياد، حتى والمالية. أستغل يعني الوقت معك، في تحديات راح يكون على الشركات، يعني هذا كان بالنسبة للتليفون الشخصي وللحاسوب الشخصي، ماذا عن الشركات واستعمال الحواسيب هناك؟ طبعا بالنسبة للشركات هذه سوف تكون فرصة كبيرة جدا لزيادة أمنهم وعدم الاختراق، لأن أغلب الاختراقات كما ذكرت سابقا تأتي عن طريق الباسورد. هذا من جهة. من الجهة الثانية هناك الشركات الكبيرة الكبرى مثل جوجل ومايكروسوفت والتي بها آلاف الموظفين. هل تعلمين مثلا أن جوجل يصرف حوالي $2 مليون سنويا على الأقل فقط في مساعدة الموظفين داخل جوجل لاسترجاع الباسورد الخاصة بهم؟ فهناك حاجة من قبل الشركات، سوف يتوفر عليهم الكثير من المال خصوصا فيما يسمى بالتك سبورت، وأيضا سوف تزيد جدا من أمنهم، أمن الشبكات وحواسيبهم. هناك الكثير من الشركات الآن مثل جوجل ومايكروسوفت والكثير من أجهزة الدولة الأمريكية يستخدمون تقنية تتخلى تماما عن الباسورد على الأقل في العامين الماضيين. فهناك حاجة ماسة حتى من قبل هذه الشركات.